بالنسبة للتصرفات وسلوكيات فيما يتعلق بالحديث، إذا بدنا ننادي شخص بدنا إشي منه خلاله إحنا قاعدين عم نتغدى أو عم نتعشى، في أمور معينة برضو لازم ننتبه لها. هلأ اللي بنقال إنه المفروض دائما الحديث اللي بيصير على المائدة وقت الأكل إنه يكون حديث مريح مش نفتح مواضيع حساسة ومش مواضيع نكدة ولا أي إشي يسد النفس بالضبط. فالمفروض إذا كانت في طاولة يعني أكثر عدد ببلش حكي بالشخص اللي على يميني بالبداية، بعدين بنتقل بحكي مع الشخص اللي على شمالي. هلأ كمان اللي بيحدد كيف مسار الحديث وإيش المواضيع المضيف نفسه هو كمان من مسؤوليته أنه ينتبه يتأكد أنه كل الضيوف مرتاحين، كل الضيوف عندهم يعني مشاركين بالحديث. لما الضيف لما المضيف يوقف أكل يخلص أكل هي إشارة إنه الكل المفروض إنه يخلص. فالمضيف اللي بنتبه بيضل مراقب كل الضيوف اللي عنده انه ما ياكل كتير بسرعه ولا ياكل كتير بطيء، بحيث انه يقدر يكون متوازي. مش انه يخلص صحنه وناس بالضبط ويريح كل اللي موجودين معه. تمام. طيب مثلا بالنسبة أنا عم بحاول أشوف كمان إيش في أسئلة على الفيسبوك. مثلا إذا ما بدي هذا الطبق أو ما حبيته أو أنا عادة ما باكله، شو طريقة الاعتذار المناسبة بتكون؟ هلأ إذا كنا بمناسبة رسمية وخاصة إذا رسمي وغدا عمل، المفروض أنه إذا كان في ترتيبات معمولة بشكل صحيح من البداية، المفروض إذا في أنا عندي أي إشي عندي حساسية منه ولا في أي نوع أكل أنا ما باكله أكون مخبر المضيف من قبل أنه أنا هاي الشغلة ما بقدر يعني بتعمل لي حساسية أو ما بقدر أكلها، فما بتنحط على المنيو. بيكون في بس طالما بس طالما ما صارت اوريدي موجوده قدامي من اللائق انه الاقي طريقه انه اذا ما حبيته يعني اتليست انه اكل لقمه واحده احرك الاكل شوي بالصحن عشان ما يرجع زي ما هو، لانه هاي تعتبر كمان شوي من انه اهانه للمضيف. صحيح. بالنسبه مثلا للمضيف هل هو وضع طبيعي يقعد معهم اول ما يقعدوا ولا لازم يطمن انه كل شيء تمام حتى الاكل توزع بعدين يقعد؟ مين ياكل بالاول؟ كيف التفاصيل هاي بتكون؟ المضيف لازم هو مسؤوليته انه يتاكد انه كل الضيوف وكل الأشخاص اللي موجودين مرتاحين وواصل لهم الأكل. فإذا في الويتر قاعدة عماله هو بيحط الأكل، إذا كان السيتد بيكون الآخر شخص بنحط قدامه صحن هو المضيف. أوكي. إذا كان بوفيه أو الأكل موجود على السفرة فهو بتأكد أنه نسكب لكل حدا موجود أول وآخر شخص هو اللي ببلش يأكل. آخر شخص هو اللي بسكب بصحنه. بس المفروض أنا كضيف ما أبلش أكل غير للمضيف يبلش يأكل أو المضيف يقول لي تفضلوا. بس ما بيصير مجرد ما أنا بوصل صحني وحطيت الأكل إنه أنا أبلش أكل، هذا تمام ما بيصير. شغلة تانية أقول لك مثلا اللي كتير الواحد بنحرج ما بيعرفوا إيش يعملوا فيها، إيش أعمل بإيدي وأنا حط على السفرة. في هاي كمان في إلها قصة ظريفة إنه على حسب إذا الإنجليز عندهم رولز معينين قوانين معينة وإذا الفرنسوية عندهم إشي تاني. بيقول إذا كنت ببريطانيا مثلا الطريقة الصح إنه كيف إيش تعمل بالإيدين، ممكن إنك تحطي إيديك بحضنك على السفرة بهاي الطريقة خلال الأكل. خلال الأكل إذا مش عم تستخدمي إيديك يكون بهاي الطريقة. إذا عملتي هاي الحركة مثلا بفرنسا وبدول معينة بأوروبا بيعتبروا إنه هاي كأنك أنت عم بتخبي إشي مغبي، لازم يكونوا إيديك مبينين. هلأ إذا كان في مجال عمل بالبزنس انترتينمنت لازم دائما الايدين يكونوا ظاهرين، اللي هو بعطي الانطباع كاني انا واضحه مش مخبيه ما عندي شيء اخبيه. فبيكونوا الايدين بهاي الطريقه من هون مركين على ما بصير على الطاولة. هيك صح يعني ما بحط الكوع على طالما في أكل على السفرة ما بيصير أركي بهاي الطريقة وكل يكون هيك. فالإيدين بهاي الطريقة. السبب إنه الفرنسوية من أيام كينج لوي
the 14th كان يخاف انه اذا حطوا اذا كانوا ايديهم مش ظاهرين كان يخاف يمرقوا سكاكين تحت الطاوله، فامر انه كل حدا قاعد على السفره لازم يكونوا ايدين باينين، وصارت عاده بعديها. الانجليز كانوا اكثر شيء يقضوا وقت فيه يشتغلوا بالحديقه، فكان دائما في طين تحت اظافرهم وايديهم، فكان يستحوا انهم يبينوا فكانوا يحطوهم يخبوهم بهاي الطريقه. فكل شيء من قواعد الاتيكيت في وراها قصه، صح. اللي لو بنعرفها ونفهمها بتصير إلها نكهة مختلفة. صح. وطبعا مثلا انه نطلع اصوات خلال الاكل او الشوربة هذا ممنوع، اكيد بساطة. اكيد لا، ولا اني بحط لقمة بتمي وبعدين بكمل حكي، ببلع وبعدين بحكي، خاصة اذا بده يكون في غدا عمل اللي احنا عملنا في عم نحكي وعم ناكل بنفس الوقت. الحل انه اخذ اللقم اصغرهم كتير عشان اقدر اني لقم صغيرة اني اقدر ابلع واقدر احكي بنفس الوقت. طب بالنسبه مثلا انه انتهينا من الوجبه، هل من الاداب المائده انه اترك شوي ولا يكون الصحن تماما هيك؟ هاي كمان بتختلف من 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 بلد لبلد ومن ثقافه لثانيه. في بلاد مثلا زي الصين بيقولوا لك اذا فضيتي صحنك كامله معناته انت لسه جوعانه، فلازم يضلهم يزيدوا عليك كمان. فهي مش شرط يعني بتختلف بس انه مثلا بثقافتنا العربيه شو المحبب اكثر من تجربتك؟ انه اذا قدرتي تكملي الصحن كامل بيكون افضل من ما انه ينترك شيء بالصحن. نعم تمام. طيب انا بدي احاول كمان لانه معنا وقت وناس كثير بتحب تعرف مواضيع عن الاتيكيت. في سؤال بعشاء العمل، المفروض مثلا انا قررت انه خلصت عشاء وتحليت وشربت مثلا قهوه او شاي اروح، ولا المفروض استنى اللي عازمني عبين ما يروح؟ ايمتى الوقت المناسب للانصراف؟ إذا عشاء عمل المفروض زي ما قلنا المضيف هو اللي بيحدد يتحكم مسار العشاء وايش بيصير بعدين. بس طالما انه خلصنا الاكل وشربنا القهوه وقمنا عن السفره، ممكن وقديها بعشر دقائق خمس دقائق ممكن اني انا استاذن اذا ما كان في ضيف اهم مني موجود. إذا كان في ضيف كتير أهم مني موجود أنا ما بصير أغادر غير للضيف أهم ضيف يكون موجود هو المفروض اللي يغادر أول وبعدين أنا بقدر أترك. تمام. بالنسبة لحقيبة اليد عند السيدات، وين المكان المناسب لوضعها أيضا؟ هلأ أكيد مش على السفرة لأنه كتير مرات بتنحط على الطاولة وبالمطاعم وهذا الحكي مش مزبوط. المفروض يا إما بحطها وراء ظهري على الكرسي أو إذا بحطها تحت الكرسي عندي عند قريب بطريقة إنها ما تكون بالطريق عائق. إنه حدا عائق حدا يوقع عليها بالغلط. نعم تمام. حبيت المعلومات. آخر نصيحة إذا بتحبي تشاركينا فيها رنا. كل إشي بنعمله بدي أرجع أعيده أكرر إنه إحنا المفروض إنه نكون كل قواعد الأتيكيت مش معناته إني أنا أكون مزيفة ولا إني أكون مصطنعة ولا متملقة أبدا. أنا بدي أكون مرتاحة وعلى طبيعتي، بس بدي أنتبه إنه أنا بتصرفاتي إيش هي الرسالة اللي أنا ببعتها للناس بهاي التصرفات. أكون منتبهة إنه أطلع أحلى وأضبط يعني صورة رعي القواعد العامة بطريقة بتناسب كمان شخصيتي اللي هي بتودي بالنتيجة أنا بدي أوصل الاحترام. صح. الاحترام للأشخاص اللي قدامي وهاي بعملها بأنتبه أنا تصرفاتي كيف بتأثر على اللي حوالي وإيش الرسالة اللي أنا بوديها. نعم كل شكر لك رنا نجم. شكرا كثير بهالفقرة. شكرا للمتابعة. ما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.